السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله احنا النهاردة 21/8 وفي فيديو من فيديوهات فلفل المكشوف. الفلفل اللي احنا فيه دوت ملناش علاقة بالصنف خالص، ملناش علاقة بالنوع بتاعه خالص. دي ارض مزروعة تقريبا 20 أو 22/7 عمر شهر. نشوف كده رؤية في الارض فيها ايه وبعدين نتكلم. ده كده عمر شهر، يعني النهاردة 21/8 هو زارع 22/7. ارض فيها مطبات، فيها مشاكل طبعا في المجموع الخضري، انما قبل مشاكل المجموع الخضري في مشاكل عندي في الجدر تحت. يبقى انا تخيل كده حضرتك الزراعات دي كده عمر شهر، عمر شهر. دي كده عمر شهر. في طبات جامدة، في واضح ان في مشكلة. عمر شهر. تخيل كده حضرتك المستوى اللي على شمالي ده كده نفس العمر بتاع المستوى ده. كده عمر شهر. تقريبا بصفة عامة هي الأرض كلها بالوضع ده، تقريبا بصفة عامة. مطبات جامدة، واضح إن في مشكلة، ومشكلة جامدة. لفينا وشفنا الأرض وشفنا وضع الأرض، ولفينا شفنا النباتات وشفنا المستويات اللي عندنا، ولقينا إن في فعلا شكلة واقفة خالص، مصدومة، مش متحركة خالص، مش عمر خالص 30 يوم، وفي شكلة إلى حد ما ماشية وإلى حد ما مرضية. طب نبص على الجذور بتاعتنا، ننزل بالكاميرا تحت. بص الجذور بتاعتي عاملة إزاي، بص كده التلسيع اللي فيها، بص الاعفان عامله ازاي، بص الشواشي بتاعتها عامله ازاي. بص كده، بص باينه خالص معانا اهي، شايف الشواشي بتاعتها عامله ازاي. احنا عايزين نراجع كلنا المعلومه مع بعض. طب ناخد جدر تاني اهو، نفس المشكله بتاعت الجدر الاولاني عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفضل الله احنا النهارده 21/8 وفي فيديو من فيديوهات فلفل المكشوف. الفلفل اللي احنا فيه دوت ملناش علاقه بالصنف خالص، ملناش علاقه بالنوع بتاعه خالص. دي ارض مزروعه تقريبا 20 أو 22/7 عمر شهر. نشوف كده رؤيه في الارض فيها ايه وبعدين نتكلم. لفينا وشفنا الارض وشفنا وضع الارض، ولفينا شفنا النباتات وشفنا المستويات اللي عندنا، ولقينا ان في فعلا شكله واقفه خالص، مصدومه، مش متحركه خالص، مش عمر خالص 30 يوم، وفي شكله الى حد ما ماشيه والى حد ما مرضيه. طب نبص على الجذور بتاعتنا، ننزل بالكاميرا تحت. بص الجذور بتاعتي عامله ازاي، بص كده التلسيع اللي فيها، بص الاعفان عامله ازاي، بص الشواشي بتاعتها عامله ازاي. بص كده، بص باينه خالص معانا اهي، شايف الشواشي بتاعتها عامله ازاي. احنا عايزين نراجع كلنا المعلومه مع بعض. طب ناخد جدر تاني اهو، نفس المشكله بتاعت الجدر الاولاني عليك. طيب ناخد جدر تاني اهو، نفس الوضع، في تجديد بيجي معايا بس ما بيستمرش، في اعفان عندي اهيت، نفس الوضع اهوت، وفي تلسيع في الاطراف بتاعتي اهيت. طيب ناخد جدر تالت اهو، نفس الوضع، في جزء مجدد وفي جزء اهوت ملطش معايا وفي اعفان، والشواشي بتاعتي اهيت نفس الوضع، مش مشكله خالص، وده نفس الكلام. طيب ايه اللي احنا بقى عايزين نقوله بقى في الفيديو دوت بقى؟ لما استمعنا له وكلمنا معاه ودردشنا معاه وشفنا مصادر الميه بتاعته، لان هو بيستخدم عنده 3 مصادر ميه، لان مصدر فيهم الملوحه بتاعته 1200، وفي مصدر ثاني تقريبا الملوحه بتاعته فوق ال 1150، والمصدر الثالث اللي كان معقول اللي هو الملوحه بتاعته تقريبا تحت ال 500، بس للاسف هو ما بيشتغلش منه. فاصبح هو هنا في الارض اللي احنا واقفين فيها ديت في ال 30 يوم اللي فاتوا هو شغال من الميه اللي ملوحتها عاليه. طيب وكمان طريقته في الميه بيدي يوم ساعتين ونص او 3 ساعات، واليوم الثاني بيصوم فيه. طيب ويوم ما بيدي ساعتين ونص 3 ساعات بيدي كميه تسميد اوفر عاليه خالص، بس بيسحبها امتى؟ هناك في اخر الوقت بتاع 3 ساعات، يروح مساحه في اخر ربع ساعه تسميد وربع ساعه غسيل ويقفل. يبقى انا النهارده ملوحه عاليه فوق ال
ال 1150 او ال 1200 بيصوم يوم تاني، بيدي فيه في الملوحه العاليه دي تسميد بكميات عاليه، فالبي اتش بتاع المحلول بتاع التسميد خلاص ينفجر كده، انت عايز منه تاني. اذا كان اصلا ملوحتك اصلا قبل التسميد، قبل ما تحط التسميد بتاعك 1150 ولا 1200 وحطيت عليها كميه تسميد عاليه وبتسحبها لي في اخر وقت ما بتحلش بعدها، غلط متركب على غلط. يبقى انا ميه ملحه جامد 1200 1150 وبديها يوم، واليوم التاني بصوم فيه. طب اليوم التاني بتصوم فيه والارض رمله وانت حاطط خدمه تحت وحاطط سبله تحت، السبله حاميه فبتلسع الجذور معايا. طيب وكمان بتسمد في الملوحه العاليه دي ال 1150 و1250 وبتديني جرعات تسميد عاليه، فبترفع البي اتش بتاع محلول التسميد عالي خالص كده اوفر خالص، وكمان بتسحبهولي في اخر وقت التسميد في اخر ربع ساعه وتحل بعدها ربع ساعه، فبينزل مركز تحت الجذر تحت، وتاني يوم صيام لازم ياكل الجذور بالطريقه اللي احنا شفناها دي. وبيدي طبعا عفان، بس عفان متواضع مش قد المشكله اللي عنده. وادى نيماتوده مرتين، للاسف انا ما عنديش نيماتوده ما ضرتنيش، بس هي فلوس راحت ما ضرتنيش. بس انا مشكلتي هنا في السيستم نفسه. يبقى انا المشكله عندي هنا ملوحه عاليه، يبقى احنا اذا لما قسنا عنده المصدر الثالث لقينا الملوحه بتاعته كويسه، فقلنا له شكرا. وكان طبعا برضه هو كان ساعات بيخلط الميه اللي هي ملوحتها عاليه اصلا مع بعضها. ما احنا قلنا عنده ثلاث مصادر، مصورتين فيهم ملوحتها عاليه، ال 1150 و 1200 لما تخلطهم مع بعض هيديني 1175، ما حلتش المشكله. هو كان في ذهنه ان هو بيعالج المشكله. يبقى لا، احنا هنرجع للمصدر الثالث اللي احنا لقيناه عنده اللي هو تحت ال 500 او 450 على ما اذكر، يشتغل منه، يخلط منه مع واحد من المصادر الاولانيه. هو يفضل ما اخلطش، اشتغل منه، ادي حاجات بتاعت ملوحه تكسر الملوحه خالص. يبقى انا منعت الملوحه العاليه واديت حاجات تكسر، واعتمدت على ملوحه اقل تحت ال 500، وحطيت معالجات ملوحه معاها كمان يوم 2 3 عشان اضيع الدنيا خالص، وبعدين ابتدي يبقى نظامي في التسميد بعد كده. كميات التسميد اللي هتتحط اشتغل طبعا اعفان عشان اعوض اللي حصل، اشتغل منشط جذور عشان اعوض اللي حصل، وبعدين ادي كميات تسميد في ميه اطول. يبقى انا ما اغلطش بقى نفس الغلطه واجي بعد الثلاث ساعات اللي انا بديهم، اجي الثلاث ساعات دول اخر نص ساعه ادي ربع ساعه تسميد وربع ساعه سحب ما عملتش حاجه. لا، يبقى انا عايز اطول فتره التسميد بتاعتي. وكمان بقى هنا ما صومش، تصوم ايه؟ الارض اصلا سخنه عندك والجو حر، يلسع جذور تحت، يبقى اذا ما ينفعش فيها تصوم. يعني طبعا المشاكل اللي موجوده في المجموع الخضري فوق مقدور عليها، حاله مدودي ما فيش مشكله خالص، ما زعلناش. نبات خرع طبعا، نبات واقف مجرد ما ياخد حاجه ان شاء الله يفك ويشتغل. نقول رب يكون موفقين في هذا الفيديو، وبتابعونا على الفيسبوك وبتابعونا لايك، لو بتتابعنا ما تنسوش تضغط على الجرس. شكرا لكم على المشاهده، 0145 56 1 9 13.